نستمر معكم في فقراتنا أكيد، وإلى الدورات التدريبية وإدارة الألعاب التدريبية. هي دورة موجهة لكل السيدات تقوم على الأنشطة التطبيقية أو التعلم بالتجربة، وتعتمد على تنمية المهارات الإدارية والتدريبية لدى قادة فرق العمل وأيضا المدربات. عن هذه الدورة يسعدنا أن نرحب بضيفتي في الاستوديو الأستاذة ميسون الدراب، مديرة معتمدة من المركز الكندي والمؤسسة العامة لتدريب فني ومهني بالرياض، وأيضا هي صاحبة مؤسسة ويل كوتشينج. يسعد مساك أستاذة ميسون. أهلا وسهلا فيك. بداية احنا نبي نعرف الدورات التدريبية هذه، أول شيء متى بدأت وكيف بدأت وليش؟ الإدارة بالألعاب التدريبية هي ورشة رأت النور بالتعاون بين مؤسسة والكوتشينج ومؤسسة نفال للاستشارات الإدارية والتدريب. فكرتها الرئيسية هي تنمية مهارات القيادة لدى المرأة. ليش سميتوا إدارة الألعاب التدريبية؟ ألعاب تدريبية إيش يعني؟ يعني الآن المرأة تقود مناصب كثيرة قيادية تترأسها في جميع مختلف المجالات، فالقيادة قيادة فريق عمل تقتضي مهارات معينة. احنا نبغى من خلال هذه الورشة ننمي هذه المهارات بحيث أننا نكسر القالب الروتيني في الإدارة اللي هو الاجتماع ونجلس ونتكلم ونناقش. الألعاب هي الفكرة الرئيسية اللي تطرحها الورشة في تنمية المهارات. يعني خلال الورشة كلها من بدايتها لنهايتها تمارين مختلفة، حركية، تقييم ذاتي، أشغال يدوية، كلها ألعاب تتركز على قيادة الفريق. كيف ممكن نقود الفريق؟ كيف ممكن نوحد الفريق بشكل فيه مشاركة، فيه ألفة، فيه حميمية بعض الأحيان؟ فيعني هذه تقريبا فكرة الورشة. تعززون أيضا في ورشاتكم التدريبية اللياقة البدنية والرياضة والأشياء هذه؟ يعني مو اللياقة البدنية بس، بعض الأحيان تعرفين خصوصا في ساعات، يعني الورشة يمكن 5 ساعات والاجتماعات برضو أحيانا تكون ساعات، يعني فيصير في ملل، يصير في جمود، ففي بعض التمارين فيها حركة، فيكون حركة، الدورة الدموية تتحرك، في نفس الوقت في هدف رئيسي لهذا التمرين. فما أدري إذا جاوبت على سؤالك. جاوبتي أكيد. الفئات العمرية اللي تستهدفونها أكثر شيء؟ غالبا يعني من 25 إلى 45 وأكثر، يعني المرأة اللي تبدأ في قيادة الفريق، سواء تيم ليدينج، إدارة قسم، إدارة مؤسسة أو شركة، حتى التدريب برضو فئة من الفئات المستهدفة برضو المدربات. فأي امرأة في هذه الفئة يعني تستفيد بشكل كبير من هذه الورشة. يعني أفهم من كلامك أنه بس المرأة الإدارية أم أنه حتى لتأسيس فريق عمل، يعني حتى لو كانت موظفة ممكن تدخل هذه الدورات؟ طبيعي، أي موظفة عندها التوجه والطموح. أنت تعرفين الحين المرأة السعودية صارت تترأس مناصب كثيرة، سواء قائد فريق يعني تيم ليدر، أحيانا تكون موظفة لكن عندها طموح أنها تقود فريق عمل. فهذه الورشة تعزز هذا الطموح، يعني توجهها تقريبا، تعطيها الفكرة، لكن ما هو مجرد الفكرة، تضيف التجربة، يعني هو عرض وتطبيق عملي لهذا التمارين بحيث أنها تفهم وش الهدف اللي هي تبغاه من هذا التمرين، وكيف ممكن تعززه أو توظفه في فريق عملها أو في إدارتها أو حتى في بين زميلاتها. يعني جميل. أنت مؤسسة قائمة على التواصل والمشاركة، إحنا هنا فريق عمل سيدتي فريق كبير، كيف ممكن تخدمنا هذه الدورات وإيش ممكن تضيف لنا عشان نقدم الشيء الأفضل؟ ممتاز. برنامج سيدتي قائم على فريق عمل، صح؟ أي فريق عمل يحتاج قائد، فلابد أنه يكون هنا في قائد لهذا الفريق.
دور القائد هنا هو تعزيز التواصل بين الفريق، تعزيز المشاركة، تعزيز الحميمية أو الألفة. بعض الأحيان إذا كانت مثلا الفريق جديد، الأعضاء لسه شوي يعني في عندهم توجس أو توتر أو قلق، خايفين يكون في صدام معين أو شيء، فدور القائد هنا أنه يستخدم هذه التمارين اللي احنا نطرحها والأنشطة اللي نطرحها في الورشة، يوظفها في طرح الفكرة هذه أو في تعزيز الفريق الواحد، في تقارب وجهات النظر. يعتمد على يعني احنا نقدم فكرة ونقدم أدوات. دور القائد هنا أنه يضع هدف لهذه الفكرة ويوظف الأدوات بحيث أنه يعزز الأشياء النقص اللي يحتاجه هذا الفريق. وأنا تحمست إني أكون من عضوات مؤسستك، عشان أيضا عندنا أفكار كثير وعندنا بعد مشاريع كثيرة كيف نتعلم أن نشارك الغير في إدارتها، يعني هذا شيء جدا مهم مفيد أيضا للبنات اللي ما عندهم روح المشاركة. وش تنصحينهم اللي يعني عندهم الخجل، يستحون شوي، ما يقدرون يعني يقدمون أفكارهم للغير أو يتعايشون مع الغير؟ اللي يميز هذه الورشة، أنا يعني كمدربة من الورش المفضلة بالنسبة لي، أستمتع فيها جدا، لأنك يعني تشيلين قبعة المدير أو القائد أو وتلبسين قبعة الطفل المتعة، فيصير فيه أشغال يدوية، فيها متعة أستمتع وأتعلم فيها. المساحة اللي نخلقها في الورشة ودائما أرددها في ورشتنا هي مساحة آمنة، مساحة فيها الكثير من الثقة والكثير من الحميمية والألفة، فتعطينا الثقة للمتدربة أو للحضور أنه It's okay أنك تشاركين. لأن شكرا لك أستاذة ميسون الدراب، صاحبة مؤسسة والكوتشينج والدورات التدريبية الإدارية، نورتينا اليوم بوجودك. شكرا. رح نستأذنك بس لأنه عندنا كثير موضوع مهم. مشاهدينا، في مقطع مؤسف جدا تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى أيضا صدى كبير بين الناس، هو يظهر سائق طرد طالب من الباص. رح نشوف هذا التقرير ورح نشوف إيش هي الحادثة ورح أرجع لكم. أنا شايفك والله ما لحقت أصورك، شوف ما لحقت أصورك والله. أنا شاهد، أنا بس شاهد هذا الرجال وأنا شاهد. أي مصلحة؟ ضربه ونزله في الشارع. كلكم وأنا والشاهد هنا يقول ضربه ونزل، كلنا نقول نزل، هو يقول لا. طيب ايوه شفت انا. إذن مثل ما شفتوا مشاهدينا هذا التقرير، والحمد لله إدارة تعليم مكة تعاملت مع هذا الموضوع بسرعة كبيرة وقامت بفصل هذا السائق. وطبعا هذا التقرير كان من يومين، فما شاء الله تبارك الله، يعني كانت ردة الفعل جدا قوية وعنيفة، وأيضا في وقتها يعطيهم ألف عافية على هذا المجهود. لمزيد أكيد من التفاصيل معنا الأستاذ عبد العزيز الثقفي، مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم مكة. يسعد مساك يا أستاذ عبد العزيز. يا هلا، مساء الخير استاذ مروه، حياك الله. حياك الله معانا، نبي نعرف منك تفاصيل هذا الموضوع وايش اللي صار وكيف وصلكم هذا الخبر. طيب طبعا بدايه امسي عليك وعلى مشاهدي قناه تقليديات بالخير و يسعد مساك. حقيقه فيما يتعلق بالمقطع الذي عرضته قبل قليل، هذا المقطع طبعا حدث الحادث يوم الخميس اللي هو التاسع من شهر محرم. وكان طبعا السائق ينقل طلاب احدى المدارس الاهليه في مكه، فقام بانزال الطالب
على طريق المدينة طريق سريع وخطير جدا. هذا المقطع طبعا تناولته وسائل التواصل الاجتماعي وأحدث ضجة كبيرة يعني بين وسائل التواصل. وهو يعني يستحق هذه الضجة لأنه الموقف الذي حدث طبعا موقف لا يمكن أن يقبل و يعني لابد أن يتخذ إجراء سريع. وهذا ما كان بتوجيه طبعا من المدير العام للتعليم منطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي. نوجه له تحية على مجهوده. بالتأكيد يستحق ذلك. ووجه مباشرة بالتحقيق بالقضية وكذلك إيقاف السائق. طبعا الموقف لا شك أنه يعني موقف غير مقبول. وفي الوقت نفسه يعني صراحة موقف المواطنين الذين وثقوا هذه الحادثة يستحقون كل التقدير على الجهود التي قدموها. نعم. ونحن نحييهم في هذا الموقف لأنه يعتبرون هم الصوت الذي يوصل مثل هذه المواقف التي قد تغيب عن المسؤول. ونحن طبعا في الإدارة العامة للتعليم منطقة مكة المكرمة لدينا مبدأ وهو مبدأ الشفافية التي نريد من خلالها أن طبعا لا نقول أن لكن نتمنى ونأمل أن هذه الشفافية تمنع الكثير من المواقف السلبية التي ربما يعني تحدث هنا صحيح. أو هناك. وهذا هو دور المواطن في حماية حقوق الطالب وفي حماية حقوق المواطنين الآخرين بأنه دائما يسلط الضوء على كل مشكلة ممكن تصير ويرفع الصوت عالي حتى يوصل صوتهم. بالفعل يعني أنا تفاجأت أنه بهالسرعة هذه وصل الفيديو بهالسرعة هذه تمت اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذا السائق. فيعطيكم ألف عافية. في الجانب الآخر أنه طبعا كان هناك جانب إنساني لا بد أن يعالج في هذه القضية. فوجه المدير العام المسؤولين في التعليم الأهلي والأجنبي بزيارة المدرسة وزيارة الطالب والوقوف إلى جنبه ويعني التخفيف من وضعه حتى يعني يستقر أو تستقر حالته النفسية مع زملائه. وتم ذلك بفضل الله عز وجل وتمت مقابلة ولي أمر الطالب والحمد لله يعني الطالب كانت حالته مستقرة جدا. وفي نفس الوقت يعني نحن طبعا نؤكد انه هذا العمل غير مقبول نهائيا. والله استاذ عبد العزيز يعني جدا خطوه كانت مهمه بانكم تحمون ايضا التعليم لانه الطلاب في بعض الطلاب اللي يكون عندهم شويه ضعف سواء كان ضعف ثقه بالنفس او غير حابين انهم يتعلمون. فهذا الشيء ورده الفعل هذه بالتالي راح تخليهم لا انه التعليم مهم جدا. التعليم وزاره التعليم واقفه مع الطلبه دائما في مشاكلهم وفي محنهم. شكرا للأستاذ عبد العزيز الثقفي مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم مكة على هذا الموضوع وعلى هذه المداخلة. ودائما نقول للطلبة لا تخلون أي شيء يأثر عليكم، بالعكس باب العلم مفتوح للجميع مهما صار معكم من حوادث. دائما تحلوا بالإرادة، تحلوا بحبكم للعلم لأنه هو السلاح الأقوى دائما والأبقى. مشاهدينا كانت هذه فقرات سيدتي وهذه عناويننا وتفاصيل عناويننا اللي كنا معاكم من خلالها لمدى الساعتين. يعطيكم ألف عافية. شكرا لكل اللي تابعنا وذكركم دائما تشوفونا في الإعادات الصباح وأيضا تقدرون تتواصلون معنا من خلال الفيسبوك وتويتر والإنستغرام وأيضا موقع سيدتي. أترككم الحين بحفظ الله ورعايته وأقول ألقاكم إن شاء الله بكرة في تمام الساعة 5 أنا وزميلاتي خلود ومروة. إلى اللقاء.